إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإنها الزاد الذي يبقى، وهي العدة للحياة الأخرى. التقوى أمان عند البلايا، والتقوى أمان عند البلايا، وذخر عند الرزايا، وذخر عند الرزايا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لقد شرع الله سبحانه وتعالى شريعة الإسلام شريعة غراء كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ووجه فيها سبحانه وتعالى بالعمل الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وأمر سبحانه باقتفاء أثر محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها المؤمنون، وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أيها المؤمنون، شهر شعبان شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، وأحدث الناس فيه من البدع قديما وحديثا، لم يرد فيها كتاب ولا سنة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى إنه نقول إنه لا يصوم، وكما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكمل شهرا إلا رمضان، ولا يصوم أكثر ما يصوم كما يصومه من شعبان. وفي رواية لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. والحكمة من ذلك كما جاء في حديث أسامة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تصوم شعبان، إنك تصوم أكثر ما تصوم في شعبان؟ قال: إنه شهر غفل الناس عنه، لأن بين رجب ورمضان، فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص في شعبان على صيام أكثره، وشعبان هو شهر ترفع فيه الأعمال، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرفع عمله وهو صائم. ودل ذلك على عظم عبادة الصيام، وأن الصوم من الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصيام في شعبان. أيها المؤمنون، وصيام شعبان وكالسنة الراتبة القبلية لرمضان، وصيام ست من شوال كالسنة الراتبة البعدية.
قال ابن حجر رحمه الله: دلت هذه الأحاديث على استحباب صيام شعبان. وقال ابن رجب رحمه الله: دل ذلك كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر السنة كان يصوم من شعبان. وقال أيضا: إن الحكمة من ذلك أن هذا الشهر كما أخبر صلى الله عليه وسلم جاء بين شهر حرام وهو شهر رجب وشهر رمضان، فغفل الناس عنه فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب: إن أكثر الناس قد يعتقد أن صيام رجب أفضل من صيام شعبان لأنه شهر حرام، وليس كذلك أيها المؤمنون. وقد يتساءل البعض عن صيام النصف الثاني من شعبان، فقد ورد فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره وابن معين وغيرهم من المحدثين. فمن شاء أن يصوم النصف الثاني من شعبان فلا بأس أن يصوم، إلا أنه لا يصوم اليومين الأخيرين إلا لمن كان عنده عادة من صيام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوا رمضان، قدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا لمن كان له صوم. وذلك لحكم عظيمة، منها أن رمضان لا يختلط بغيره حتى لا يدخل في رمضان ما ليس فيه، ومن ذلك الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن الفصل بين صيام الفرض والنفل أمر مشروع، وكذا التقوي على صيام رمضان، فإن النفس قد تضعف عن ذلك أيها المؤمنون. ومن الأعمال الفاضلة في هذا الشهر قراءة القرآن في شعبان. قال أنس: كانوا إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف وأدوا زكاة أموالهم حتى يتقوى الضعفة على الصيام. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الرسل وطاعتهم تكون على أصلين عظيمين، وهي عبادة الله وهي العقيدة السليمة واجتناب الطاغوت. والطاغوت هو الأهواء والبدع التي تؤدي إلى الكفر والشرك، تؤدي إلى الكفر والشرك. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع المذاهب الضالة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عباد الله، إن اتباع الهوى هو اتباع للطواغيت، لأن اتباع الهوى هو اتباع للطواغيت، فهم يحلون ما حرم الله. فإن المسلم مأمور أن لا يعبد الله إلا بأمر ربه، لا يعبده بالأهواء ولا الشهوات، وإلا لما كان لإرسال الرسل فائدة. وإن اتباع الهوى هو اتخاذ إله من دون الله. يقول الله سبحانه وتعالى: رأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء الناس: ولا تتبع أهواءهم فيضلوك بعدما جاءك من العلم. فنهى الله نبيه وحذره من اتباع أهوائهم. وإن من اتباع الطواغيت طاعة السادة والكبراء من أهل البدع، طاعتهم من أهل البدع والخرافات، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه عبادتهم كما قال صلى الله عليه وسلم.
وإنهم حينما يلقون ربهم ببدعهم وخرافاتهم كما يقول الله سبحانه وتعالى، وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أيها المؤمنون، إن العبادة مبناها على التوقيف، فلا يحل لأحد أن يشرع أمرا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله. أما المعاملات فإن الأصل فيها الإباحة والحل ما لم يأتي دليل على التحريم، وهذا أحد أصلين عظيمين، وهذا هو أحد أصلين عظيمين، وهي المتابعة والإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتباع سنته وهديه هو الأصل. اتباع سنته، يقول الله سبحانه وتعالى أن تحريم هذا الأمر العظيم، لأن اتباع الأهواء واتباع الشبهات أمر محرم. أيها المؤمنون، وكذلك فهم النصوص، فإن فهم نصوص الشريعة لا بد لها، لا بد أن تكون بأصول شرعية. فمن ذلك أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، وكذا تفسير القرآن بالسنة فإنها الشارحة والمبينة لذلك، وكذا العمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من حاول الخروج على ذلك فإنه قد يستنقص عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فقد وقع ذلك الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه ثلاثة نفر، فقال أحد إني أقوم الليل ولا أنام أبدا، وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر أبدا، وقال الآخر إني لا أتزوج النساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. أيها المؤمنون، وتجدر الإشارة هنا عن أمر مهم، ألا وهي ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة أكثر الناس فيها من البدع والخرافات، وأصبحت تنقل في وسائل الإعلام ومواقع الاتصال. أما عن فضلها فقد ورد فيها بعض الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينظر إلى الناس يوم الليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا مشرك أو مشاحن. وجاء في الحديث الآخر إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر بعدد شعر غنم قبيلة كلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الليلة، هذه الليلة ورد في اختلف السلف فيها، فبعضهم خصها بعبادة وبعضهم ردها، ولعل الراجح فضلها، وقد ورد فيها أحاديث ضعيفة كثيرة، إلا أن كثرتها تدل تعضد بعضها بعضا، ولو أنها ضعيفة. أيها المؤمنون، إن البدع التي وقعت في هذه الليلة منها على سبيل المثال ما تسمى بصلاة الألفية، وهي أن يصلون 100 ركعة في هذه الليلة، يقرؤون فيها الفاتحة الكتاب ويقرؤون قل هو الله أحد 10 مرات. هذه لم يرد فيها نص ولا حديث صحيح في ذلك. ومن ذلك إحياؤها بقصائد وكلمات، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع التي وردت فيها قيام هذه الليلة وصيام نهارها، وقد ورد فيها حديث ضعيف. وكذلك ومن هذه البدع كذلك قراءة سورة ياسين في صلاة العشاء في تلك الليلة، ثم بعده دعاء يسمونه بدعاء نصف من شعبان. قال النووي دعاء النصف من شعبان، صلاة الرغائب وصلاة رجب شعبان كلها بدعتان قبيحتان منكرتان. وأما الحديث الذي ورد عن علي يا علي إذا صليت 100 ركعة ليلة النصف من شعبان تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وعشر مرات قل هو الله أحد، هذا حديث ضعيف كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله.
ومن هذه البدع اعتقاد أن هذه الليلة هي أفضل من ليلة القدر أو مثلها. قال الشقيري: هذا حديث، هذا أمر باطل بإجماع محقق المحدثين، لأن الله يقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ويقول سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر إنما هي في رمضان. فاحذروا عباد الله البدع فإنها طوام، احذروها فإنها لا تزيد المسلم إلا مخالفة لسنة رسوله وبعدا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. احرصوا رحمكم الله على التفقه في دينكم وعلى معرفة الصحيحة لسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي له. عباد الله إننا لنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الضربة الاستباقية التي قام بها رجال الأمن في وزارة الداخلية، وأثمرت على القبض على أصحاب الفكر الضال الذين لم يراعوا بيت الله الحرام واتخذوا منه مأوى لهم، ولم يراعوا إلا ولا ذمة. هؤلاء هم أصحاب فكر ضال وأصحاب أجندة خطيرة، إنهم بهذا الأمر يخدمون أعداء المسلمين. فيجب على الأسر أن مراقبة أبنائهم وتربيته وبناتهم وتربيتهم التربية الصحيحة، ومتابعتهم وعند ملاحظة أي انحراف فيهم وأي بعد، فعليهم بالتواصل مع الجهات المعنية حتى لا يقعوا في أمر يوبق دنياهم وأخراهم لأن الأمر ليس بالسهل، إنه أمر خطير. إن هذه الفئات الضالة فئات بعيدة كل البعد عن الدين، فالحذر من هذه الفئات. إن مجتمعنا في هذه البلاد مجتمعا مسلما متماسكا متمسكا بدينه وعقيدته السلفية الصحيحة، وسيبقى مجتمعنا على هذا الأمر مدام متمسكا بالعقيدة وملتفا حول قيادته ناصحا لها مانعا دخول أي فكرة تطرفية إرهابية وأي فكرة تحررية. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وأن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا،
وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا رب العالمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم وفقه ولي عهده ولي عهده لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.